مساء الخير، النهاردة هنعمل مع بعض المهلبية على الطريقة التركية بقوام كريمي وكمان الطعم يجنن. لو عملتيها بنفس الطريقة اللي هتشوفيها في الفيديو النهاردة هتعتمديها ومش هتبطلي تعمليها. لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي إسراء فتحي، ما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو تضغطوا سبسكرايب ولايك وشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني إشعار بكل جديد. أول حاجة هستخدم كوباية إلا ربع من السكر، حوالي 5 معالق كبار من السكر، وهننزل عليهم بكوباية إلا ربع من النشا، تقريبا برضو 5 معالق كبار من النشا. وأهم حاجة في وصفة النهاردة هي الدقيق. الدقيق هو اللي هيدينا القوام الكريمي للمهلبية، أنا مسمياه المكون السحري في وصفة النهاردة. هستخدم كوباية إلا ربع، يعني حوالي 5 معالق كبار، وحننزل عليهم بلتر من اللبن، أي نوع لبن متوفر عندكم تقدروا تستخدموه في وصفة النهاردة. وحنبدأ إن احنا نخلط كل ده كويس جدا بأي مضرب يدوي وموجود عندنا لحد ما نحصل على خليط متجانس بالشكل ده. هنرفع المهلبية على نار عالية لمدة دقيقتين بالظبط مع التقليب المستمر، وبعد كده هنهدي النار لمدة 5 دقايق كمان لحد ما اللبن يغلي معانا كويس جدا والمهلبية تبدأ تغلي. وأول ما نوصل للقوام الكريمي ده هننزل عليها بفانيليا بالشكل ده، أي نوع فانيليا تحبوه. هستخدم كمان 2 أو 2 معلقة من السمنة البلدي، أنا استخدمت 2.5 معلقة. ممكن نستخدم سمنة زبدة بس أنا في وصفة النهاردة بفضل السمنة البلدي، بتدي طعم مميز جدا وكمان ريحة فظيعة للمهلبية. هنبدأ ان احنا خلاص كده نطفي النار ونبدأ ان احنا نقلب السمنة مع المهلبية، وكده كده المهلبية بتاعتنا سخنة جدا فهتدوب السمنة، هتدوب اكتر كمان لما نضربها بالمضرب. دلوقتي هنبدأ ان احنا ناخد المهلبية بتاعتنا وننزل بيها في اي طبق عندنا، علشان الخطوة الجاية مهمة جدا، مهمة جدا الخطوة دي في المهلبية النهاردة، وهو ان انا هستخدم كيس من الكريم شانتيه. انا هستخدم دريم، ممكن تستخدموا اي نوع تاني تحبوه. وهنبدأ ان احنا نضرب كل المكونات دي سوا لمدة 2 دقايق بس، يعني يدوب كده نخلط الكريم شانتيه مع المهلبية، وده القوام اللي انا عايزاه للمهلبية بتاعتي. وهنبدأ ان احنا نوزع المهلبية بتاعتنا في كاسات او في اي اطباق موجودة عندكم. القوام بتاعها كريمي جدا ودي اهم حاجه في المهلبيه التركيه. عايزه اقول لكم ان الريحه كمان طالعه معايا خطيره، قلب الدنيا بجد. وهنبدا ان احنا نسويها بالشكل ده. وزي ما انتوا شايفين قد ايه القوام بتاعها متماسك، مش محتاجه ان هي تاخد وقت علشان تبرد. هبدا على طول ان انا ازينها، ممكن نزينها بمكسرات مشكلة أو أي حاجة تحبوها، أنا عن نفسي بحب إن أنا أزينها بالبندق. بحب شكل البندق جدا على المهلبية، بحس إن هو من الآخر كده حاجة فعلا تفتح النفس. وزي ما انتوا شايفين قد ايه شكل طبق المهلبية، مش محتاج غير معلقة وان احنا نبدأ ناكله بس. وده كان الشكل النهائي للمهلبية النهاردة. خطوات سهلة جدا كمان بسيطة، مكونات كلها بسيطة، يدوب كده 5 دقايق وهتبقى جاهزة معانا احلى مهلبية ممكن نعملها في البيت. وزي ما انتوا شايفين قد ايه القوام طالع معايا كريمي جدا. بصراحة طعمها روعة يا جماعة، جميلة جدا فعلا، تستحق ان احنا نعملها دايما. اصلا لو عملتوها بنفس الطريقة دي هتعتمدوها وفعلا مش هتبطلوا تعملوها في البيت. طبعا الناس اللي هتسأل الدقيق طعمه هيبان ولا لا، عايزه اقول لكم الدقيق طعمه مختفي خالص، مفيش اي طعم للدقيق نهائي، كل الفكره ان هو بيدينا القوام الكريمي للمهلبيه. ده طبعا لاننا بنهدي النار جدا على المهلبيه اول ما تغلي
علشان الدقيق يستوي معانا كويس. عايزه اقول لكم كمان ان الميكس ما بين المهلبيه والكريم شانتيه مع قطعه السمن البلدي فعلا خزعبلي، الطعم خزعبلي من الاخر كده. لو جربتيها بنفس الطريقه دي هتعتمديها. ما تنسيش كمان تكتبي لي رايك بكل صراحه في الكومنتات. ولو عجبتكم المهلبيه النهارده وما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو تضغطوا سبسكرايب ولايك وشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني اشعار بكل جديد. اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم.